كيف منحضر أناني للتضييف؟ نحتاج إلى سبراي، فرد سيليكون، أنينة أزاز، لزق ورق. منلزق الجزء الأعلى من الأنينة، منلزق الشريط بالطول من الخلف ليبين محتوى الأنينة. نكتب بالسيليكون الكلمة اللي منحب نعبي الأنينة فيها. منرش السبراي على بعد 15 سنتي على الأقل. نستنى لينشف منيح. بعد ما ينشف منشيل اللزق. صارت أنينتنا جاهزة للاستعمال.